السلام عليكم شباب، بث جديد ومقطع جديد. اليوم معكم ريد وولف، اسف على الانقطاع وكذا، خلينا نسيبكم مع المقطع. ممكن شو، انا اول مرة العب هذه اللعبة. اخي هو الذي لعب هذه اللعبة، اشتري لي هذه الصغيرة. انا اول مرة العب. طبعا يا شباب انا مخليها اقوى شيء. ليش الرسائل شكلهم لا قول ولا قول. طبعا شباب اسف على الانقطاع بسبب الدراسة. ليجي يا شباب هبدأ انزل يوم اجازة، طبعا اقدر انزل براحتي. شكرا طبعا يا شباب على 18 مشترك، اشكركم. ويب موصل هذا المقطع 5 لايكات. ليش شفت الاول خلاص شفت طبعا الثاني. المشكلة في هذه اللعبة ان فيها اعلانات الشباب. اوكي نطلع بتعادل شباب. انت بنلعب لو جيم ثاني وتخسر لي ذاك الجيم. خير لحد جول خلاص. كيف واحد شوف معايا. يلا بقول نجح على الحارس. لا ها شباب اريد ان تكون لي انزل لعبة فري فاير او لا. انا خسرت يا شباب. ثالث مودة المقطع 4 دقايق. نعم جيم ثاني. هذه مرة لي لا هيل اصعب شيء. يلا رجعنا كثير شباب. كل جيم 4 دقايق، المقطع سيكون حوالي 9 دقايق. شوف معي الجول. الله لا بلاش ليش
بحاول اكسب الشباب بس نركز على التعب. مش تكون يا شباب اللعبة سهلة بهذه الدرجة. طلع 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 بس بس كده. جيني رهبون ده. طبعا شباب اذا كنتم انا في الفيديو اخر عن هذه اللعبة واصلين 5 لوكات. هذه 5 لوكات ولسه مبتدئ فيها. الشوط الاول خلص وعلى الشوط الثاني شباب سيكون هذه الفترة فيديوهات كثيرة ستنزل وأكيد الشباب سمحوني بس على الصحبة وأظن الشباب اللي وصل 20 مشترك. أوكي طبعا دي شو الفرق قدها. يلا بقى يلا بقى يلا بقى جول جول اتعادلنا وحاول نكسب تاني. يلا يا جيل الجون ده بس خد بقى اهو. لا 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 مدافع ماليش دعوة هدف الجون. لا 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 يلا بقى جون. هلا هحاول نخليه يسجله كويس. جول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جول انا سجلته. بيقول ما مسجله بس مش عارف ازاي. خد بقى خد بص جول اخيرا جبت جول. لا تشوف معنا هاي الجول. وهذا يا شباب سنكون نهاية المقطع. ارجوكم يا دعم كل الشباب طبعا. لا تنسوا اللايك. لا تنسوا اللايك شباب وهكذا يكون عرفتنا اذا بدينا نزرع هذه الحلقة. اضغط زر اللايك وصلنا 5 لايكات. كان معكم ريد وولف.